بغيتو تعرفوا شنو كنزهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من عند كيبر الجوزاء اللي هي كتحصل على ارباح نتيجه استثماراتك، وغادي تعتمد على الحقائق الكبيرة. عاطفيا كتناقش بعض الأمور المادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيرا من شأن المصاريف غير مجدية. صحيا العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبدا، أما برج الثور فمهنيا تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء. عاطفيا انسى الماضي وابدأ مجددا مع الحبيب، وحاول أن تتعاطف مع مشاكله. صحيا كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها. برج حمل مهنيا تسمع بحدوث بعض التغييرات في العمل، تشعر بالقلق. عاطفيا الحبيب يدير الكثير من الجهود لإرضائك وتنفيذ رغباتك. صحيا تستعيد بعضا من عافيتك بعد تطبيقك إرشاد طبيبك. برج الأسد مهنيا أحداث غير متوقعة تثير الانفعالات، وعليك إجراء تعديلات على شراكة معينة. عاطفيا الأجواء العاطفية متطلبة، ما يتوجب عليك تفهمها وابتعادا عن عدائية الشريك والأجواء المضطربة. صحيا عليك الأكثر من تناول الخضروات وتجنب اللحوم الغنية بالدهون فهي مضرة. برج السرطان مهنيا يسود الأجواء المزيد من الإيجابية، وتختفي الانفعالات ويسود المنطق في العلاقات. عاطفيا علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي. صحيا انتبه من الغضب واعط اهتماما للتفاصيل أكثر. برج الميزان مهنيا تتسلق جبالا من المعوقات قبل أن تتحقق هدفك الذي تصبو إليه. عاطفيا تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقات بالشريك. صحيا كأنك لا تعلم ما يصاب به الناس بسبب عدم الانتباه إلى نوعية المأكولات، فحذاري. برج العذراء مهنيا قد تشعر بأنك غير قادر على قيادة شؤونك أو تشعر بالعزل. عاطفيا تبحث عن المشكلة بأي ثمن، فتجتر بعض القصص المنسية وتعيدها إلى الساحة. صحيا كن من أصحاب القرارات الحاسمة وقرر التوقف عن التدخين والكحول. برج الجدي مهنيا تبدأ عملية تحقيق ومطاردة معرفة بعض الأمور. عاطفيا تستاء من عدم التجاوب من قبل الشريك أو ترتابه من برودة تصرفاته. صحيا تهتم ببعض الانشغالات وعبثا تبحث عن بعض الوقت الممتع. برج قوس مهنيا يوم جيد وأكثر إيجابية من السابق. عاطفيا يعاتبك الشريك بسبب انشغالك الدائم. صحيا عليك القيام بما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل. برج العقرب مهنيا لا تيأس بل اجتهد في عملك. المثابرة في السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح. عاطفيا ما من داعي إلى القلق، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه. صحيا عند شعورك بألم بسيط في صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية في القلب. برج الحوت مهنيا يوم جيد جدا، فإذا تضافرت الجهود وازدادت الاجتهادات والمساعي فلابد من أن يكون النجاح أكيدا. عاطفيا الدعم الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك. صحيا لا تستخفي بما يقوم به الآخرون من حركات رياضية. الآن غنختم مع برج الدلو المهني، تتغلب على المصاعب إلى أن أعمالك المزدهرة وحسن تعاملك مع المستجدات يساويانك. عاطفيا تعبر عن نفسك بطلاقة نادرة أينما كنت ومهما قمت من أعمال. صحيا قدرتك على تحمل الآلام كبيرة، لكن هذا لا يعني عدم زيارة الطبيب للتخلص منها. إلى هنا كتهيئ أبرجنا هديوم، غادي نودكم حتى نتلقى مع أبرج غدا. تبقى على خير.